احنا رانا انتخبنا قيس سعيد وانا من الناس اللي انتخبت قيس سعيد وعملت له حمله واقنعت برشا ناس كانوا مش يحطوه معناها وحطوه معناها وكانوا مش يحطوا اللي شفتوا اللي مقال تونس كانوا برشا معناها وصلت واقنعت باش يحطوا قيس سعيد معناها عجبنا كلابه اللي هو ضد نبيل قروي معناها وخليناهم يغيروا رايه معناها نحكي على شخصيا وفعلا معناها من اقاربي ولا جيراني ولا اصحابي معناها وغيروا رايه معناها وكانوا مش يحطوا نبيل قروي يحطوا قيس سعيد يعني وقيموا كل معناها بكلامه معناها نظيف باهي معناها ضد الخيانه العظمى مع فلسطين مع الشعب مع الثوره معناها خطابه كان كله ثوره معناها ما رانا الا كيف خذا الحكم معناها انقلب تماما حتى علي انا احنا اول حاجه علينا احنا اللي احنا انتخبناه معناها تشوف كيفاش معناها عملنا معناها ربي سبحانه وتعالى يقول هل جزاء الاحسان الا الاحسان معناها احنا احسن ليله معناها انتخب ليله وعملنا جهودنا الكل مش بالمزيح احنا على تونس نحبوا تونس نحبوا الديمقراطيه ماش نحبوا نرجعوا للاستبداد الاخر هو ينقلب علينا ويسكر معناها ويغلق المؤسسات الكل ويقوم بالانقلاب هذايا معناها واذا كان هو شوف نفسه معناها قيس سعيد يراجع نفسه قد جاء في الدوره الاولى انا معناتها كنت ملاحظه معناها في القسم نتاعي ما كانش هو لون قيس سعيد معناها كانت فما ناس اخرين قبلوا معناها الاولين من غير ما نذكر الاسماء معناها وعندي معناها ولكن بعد الناس كل معناها دعمناه ووصلناه للحكم باش معناها مش يواصل في المسار الثوري هذية باش ينجح الديمقراطية باش يحافظ على الحريات على المكتسبات راهو من وقت الاستعمار الناس ماتت وشهداء من أجل البرلمان معناها نصور معناها سكر لنا البرلمان هذوك منتخبين راهو نحب نقول له معناها يا سيد الرئيس راهو هذوك منتخبين كيفك أنت منتخبين معناها كيف أي كيفاش معناها تجي أنت معناها وناس ماتت وناس شدت الحبوسات وناس تعبت من أجل معناها النهار هذاك الثورة هذيك ماتوا فيها شهداء قالوا نحبوا مجلس تأسيس وعملوا مجلس تأسيس وعملنا برلمان وعملنا الدستور وكلنا نقلب عليه ما تخلناش عليك باش نقلب على ذا نحب نقولوا علاش كنت في الحملة ما قلتش راني مش نسكر المؤسسات الكل علاش ما قلتلناش رانا ما انتخبناكش علاش تنكرت معناها الكلام اللي قلت الكل علاه ما كنتش معنا صريح معناها في الحملة نتاعك راني مش نسكر البرلمان اخرج اخرج راني مش نسكر معناها الهيئة معناها نتاع مقاومة الفساد راني مش نسكر مؤسسات الدولة الكل نتاع القضاء كل شيء القضاء معناها اللي نحبوه مستقل معناها نحبوا حريات ما فماش راهي مؤسسة ما فيهاش فساد حتى مؤسسة الرئاسة اللي هو تو فيها فيها فساد يعني لكن كل مؤسسة هي تصلح نفسها البرلمان شبيه هذاك خطر داه معناها يخرج يعمل خطاب خمسة جوجو يقول خطر داه على تونس فاش داه هي شكون كانت ترد له عبير موسي ترد في البرلمان وتخلي فيه معناها ما يخدموش ومشى له رئيس البرلمان ومشى له معناها هذه سميره معناها شواشي النائبه الاولى في البرلمان وحكاوا له خاطر فماش من الاخطاء اللي صارت انه ما فماش معناها انا واحده من الناس معناها كمواطنه عاديه تصدمت انه ما يكونش معناها امن رئاسي في البرلمان معناها امن برلماني معناها